مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم. جماهير النادي الإفريقي باش تكون اليوم العشية على موعد مع زوز مباريات في ملعب حمادي العدربي برادس. المباراة الأولى تبدأ مع السبعة، مباراة توديعية تكريمية للثنائي زهير الذوادي ووسام بن يحيى، باش يكونوا حاضرين فيها العديد من الملاعبية السابقين في النادي الإفريقي كما أسامة السلامي، يوسف المويه، بأليكسيس موندومو، بيير نيانكا وغيرهم من الملاعبية. المباراة الثانية بعدها مباشرة مع الثمانية كيف باش تكون ودية تحضيرية للموسم المقبل ضد الوداد المغربي. نواصلوا مع النادي الإفريقي اللي توصل الاتفاق مع المدافع المحوري الليبي علي يوسف لتعزيز صفوف الفريق قادما من أهلي بنغازي. علي يوسف عمره 23 سنة وهو دولي ليبي منذ سنة 2022. النادي الصفاقسي كذلك يلعب اليوم العشية مع الستة مقابلة ودية ضد الهلال السوداني في ملعب الطيب المهيري، مقابلة باش يتم خلالها تقديم الإطار الفني الجديد والمنتج بنجدد. نواصلوا مع السي اس اس اللي أعلن البارح تعاقده رسميا مع اللاعب الفرنسي ذو الأصول المالية جو سو تراوري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع اف سي فيرساي الفرنسي. تراوري عمره 24 سنة ويشغل خطة وسط ميدان دفاعي. زوز حراس مرمى توينسا وصلوا البارح لإيطاليا في رحلة هجرة غير نظامية، مش أول مرة تصير في تونس. نتذكر جيدا حارس مستقبل سليمان نفس الشيء منذ شهر تقريبا. نحكيه المرة هذه على الحارس عزيز السلامي اللي سبق له اللعب مع اتحاد تطاوين وملعب التونسي وترجي جرجيس، والحارس عبد القادر العيادي اللي لعب الموسم الماضي مع اتحاد تطاوين وأمضى منذ أيام عقد مع سكك الحديد الصفاقسي لكنه في النهاية اختار أنه يهاجر إلى إيطاليا. اليوم 8 متاع الليل باش يكون الموعد مع حفل اختتام أولمبياد باريس. الرابع كرم بن هنية والعداء مروة بوزياني باش يحملوا العلم التونسي في حفل الاختتام. نذكروا أنه تونس تحصلت على 3 ميداليات في الأولمبياد، ذهبية في رأس الجاتوسي في التايكواندو، فضية فارس الفرجاني في المبارزة، وبرونزية خليل الجندوبي في التايكواندو. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاوها على السيت موزايكا فام.net.